السلام عليكم. اليوم نروح للولاية تاع مستغانم نتكلم عن المركز التجاري تاع اونو اللي تابع الربراب. اذا نولي الان مدير تاعهم اصبح مالك ربراب ابن على حسب ما يظهر انه كل هذه المراكز التجارية الموجودة هي ثلاثة في الحقيقة في ولاية في كبيرة وفي عين دفلة وهذا اللي رانا نشوفه فيه الآن في مستغانم واللي على سمي ظهر أنه هذه المراكز التجارية ضخمة. لنشاهد في فيديو عن المركز التجاري تاع مستغانم كما يعني في الفترة اللي كان يخدم فيها وكان يعني ازدهر يعني يعرف حركة تاع إقبال غير مسبوق يعني في السنوات الماضية. الآن المراكز هذه راهي مغلقة وراهي قيد التصفية. شفنا مركز تجاري نتاع فيديو آخر نتاع عين دفلة كذلك هو راه مغلق وهذا نتاع مستغانم راه مغلق وسوف نتحرى ونشوف نبحث عن وضعية نتاع المركز التجاري نتاع البويرة. إذن الآن نشوف بأن المرحلة تاع أونو راهي في فترة نتاع ركود أو نتاع اضمحلال. يعني هذه هي عالم الأعمال والتجارة والاقتصاد بصفة عامة، فيه نشاطات تزدهر ونشاطات أخرى تضمحل وتعرف انتكاسة. إذن إن شاء الله تتعوض هذا المركز بمركز آخر أجمل من هذا. نخليكم تابعوا هذا الفيديو ونلاحظ الفيديو نتاع هذا يعني المركز التجاري في 2019 كيف كانت يعني الحركة والنشاط في هذا الفضاء التجاري. إذن بدون إطالة نخليكم تابعوا ما تبقى من الفيديو. السلام عليكم.